السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا بيكم أصدقائي من جديد. نكمل مع بعض دروس البي ال سي، والنهاردة إن شاء الله رب العالمين هناخد درس جديد من دروس البي ال سي، إزاي نشغل 3 مواتير بالتتابع أو بالتوالي. يعني معانا 3 مواتير، 2 شغالين واحد مش شغال، 2 شغالين واحد مش شغال بالتوالي عن طريق التايمرز، ويعتبر الدرس ده تطبيقات على التايمر. تعالى معايا كده بسم الله. اول حاجه هنعمل على البروجكت نيو بروجكت، تمام. هنختار نوع البي ال سي اللي معانا، وبعد كده سمي البروجكت بتاعك، سميه تايمرز ابس. اوكي. الرايتر بتاعك عبد الرؤوف 89 مثلا، او اي حد اللي بيكتب برنامج. نيكست، تمام. نيكست، استخدم الهيدر، فينيش. فتح معايا بروجرام جديد. اول حاجة حضرتك عايز تشغل ال3 مواتير، هنسمي المواتير مثلا وليكن A و B و C. اول حاجة هاخد نقطة مفتوحة، دي نقطة الستارت بتاعتي، تمام. والموتور بتاعي رقم A، هنسمي الموتور، خلينا الاول في نقطة الستارت، نقطة الستارت اهي. اوكي، اديها الادرس IX0.0.0. اوكي. خش هنا ودي ده الموتور رقم ايه. اوكي، اديله ادرس QX0.0.0. تمام. طيب حضرتك هيبقى عندك موتور تاني، خش عليه برضو بستارت. انا محتاج نقطة الستارت دي تبقى معايا، وسع نفسك بس علشان هيبقى في معاك تايمرات في الموضوع. محتاج نقطة الستارت دي تبقى معايا في كل النقاط، تمام. زي ما انا خدتها كده، اضغط على ضغطتين وادي ستارت، تاخدها تبقى معاك في كل النقاط، علشان هتبقى محتاج المواتير تبقى بادئة معاك، تمام. وهناخد ده الموتور رقم بي، تمام. وهنديله QX0.0.1، تمام. ادي الموتور بتاعي بي، وهنديله الادرس، هو خد الادرس، تمام كده، تمام. والستارت معايا، خد الموتور رقم سي معاك، تمام. سي واديله الادرس QX0.0.2، تمام. وهنديله برضو معانا نقطة الستارت هنا اللي انا محتاجها معايا، تمام. كده عند حضرتك ال3 مواتير، عايز ده وده شغالين وده مطفي، وده بي وسي شغالين وايه مطفي، وسي وايه شغالين وبي مطفي، وهكذا، تمام. الموضوع ده عشان اعمله، لو فكرت كده وعصرت فكرك، هتحتاج فيه 2 تايمر اون ديلي وواحد تايمر اوف ديلي، تمام. طيب ادي حضرتك عندك ال3 موتورز زي ما هم موجودين قدام حضرتك. حضرتك محتاج هنا كده نقطة من تايمر اون ديلي، هنسميه مثلا T1، تمام. T1 وهنخليها اوتو في البرنامج، لان بعد كده هنعمل التايمر هنا كده ونعمل اوتبوت عليه بتايمر او بنقطة اوتو في البرنامج، يعني مش مخرجة اوتبوت على حاجة بره. هنيجي ناخد التايمر هنا كده اهو، ادي تي اون، سوري ده تي اوف، ده عايزين تي اون، ادي تي اون، تمام. عايز عشان اشغل التي اون ده نقطة ستارت هنا كده، عشان بمجرد ما اضغط ستارت ايه اللي يحصل، يقوم جاي مشغل التايمر التي اون ده معايا يعد، تمام. ومجرد ما يعد
هنسمي ده كده T1. تمام تمام مجرد ما ده يعد التايم اللي انا عايزه هيخرج اوتبوت على T1. T1 دي تغير نقط التلامسات بتاعتها، فيفصل لي المحرك رقم 1 اللي هو ايه ده، وهدي التايم بتاعه هنا كده تي هاشتاج او هاش 10 اس. تمام كده تمام. طيب كده بمجرد حضرتك ما تستارت هنا الموتور ده هيشتغل والبي هيشتغل والسي هيشتغل. لا انا عايز اول ما اضغط ستارت هنا A و B هما اللي يشتغلوا بس، A و B هما اللي يشتغلوا بس. فمجرد ما تضغط هنا حضرتك هتعمل ايه بقى، هتحط لي نقطة اهو من تايمر تاني اسمه T2 هنا كده، نفس الفكرة اللي فوق دي، احط هنا تايمر تاني اسمه T2 وهيبقى تايمر اون ديلي برضو اهو. فانكشن بلوك حطه هنا T on، اوكي التايم بتاعه تي هاشتاج 10 اس، اوكي حط لي معاه نقطة ستارت برضو محتاجينها. وخرجوا لي هنا كده ادي T2 يا فندم. تمام تمام حضرتك اول ما هتشغل تضغط هنا ده هيشتغل وده هيشتغل وده هيشتغل. لا انا مش عايز ده ما يشتغل، مش عايزه يشتغل. ف عايز بعد طيب من الاتنين دول وليكن الاولاني بعد T1 ما يعد يقوم فاصل لي الاولاني ده ومشغل لي ده، فهاخد نقطة مفتوحة من T1 هنا. تمام كده يبقى ده اضغط هنا ستارت ده يشتغل، حلو الكلام. وبعدين ده هيشتغل، ده هيشتغل، لا مش هيشتغل عشان في نقطة مفتوحة. يقوم التايم ده يعد يخلص يقوم فاصل لي ده ويقوم عامل ايه ويقوم مشغل لي ده. تمام كده تمام. طيب كده انت تمام. T2 هيعد، بعد ما T2 يعد معايا ايه اللي هيحصل، عايزه هيفصل لي ده ويشغل لي ده. طيب يشغلها ازاي، انا عايز اللي فوق ده يشتغل بعد T2. هاخد لاتش هنا كده T2 هنا كده تمام كده، اضغط هنا كده ايه اللي يحصل، T1 مش هيغير نقط التلامسات دلوقتي، هيشتغل ايه وهيشتغل بي معايا. تمام اهو لان ستارت هنا وستارت هنا شغال التايمر T1 وT2. تمام كده تمام. بعد ما يعد T1 يقوم فاصل لي ده ويشغل لي، شغل لي مين، شغل الموتور سي. تمام بس في مشكلة دلوقتي هتواجهك، ايه هي بقى، اني انت دلوقتي T1 و T2 بيعدوا مع بعض، فهيفصل ده ويشغل ده تاني، لا يبقى انا هدي اهو كونديشن او شرط ان ده ما يشتغلش الا لما سي يفصل. يعني هاخد نقطة مفتوحة من الموتور سي هنا كده. تمام كده تمام. يبقى ده لما سي يفصل يقوم جاي مشغل ده يقوم يعد يوصل لي مين، يوصل لي الـ A. طيب وصل لي الـ A يبقى انا كده شغلت الـ A والـ B شوية وفصل الـ A، شغل لي الـ B والـ C. تعالى بقى شوية الـ C عايزينه يفصل الـ A والـ B، الـ B والـ C. تمام الـ C والـ A عايزين الـ A يشتغل تاني بعد السي، نعملها ازاي دي بقى، هنعمل تايمر اوف ديلي اهو. تمام واقول له والله يا تايمر انت ما تشتغلش الا لما T2
يفصل. اول ما تلاقي تي 2 فصل اشتغل. تمام. وسمي دي تي 3. وبعد ما تي 3 ديت تخرج اول بوت عليها تعمل ايه؟ تشغل لي تي 2. تمام كده. انا عارف ان الموضوع ممكن يكون تقيل شوية، بس حاول تركز فيها وتفهمها اكتر من مرة. تمام. تي 2 اول ما يخلص عد ايه اللي هيحصل؟ المفروض انه هيغير نقط تلامساته. بعد ما يخلص عد يقوم مشغل لي ده اللي هو الاوف ديلي، فيخرج على الاوت بوت تي 3. لا مش هيخرج على الاوت بوت، لا هيعد تايم. هناخد التايم بتاعه برضو تي هاشتاج 10 اس. تمام. هيغير نقط تلامساته، مش هيحصل اي اكشن الا اما تي 2 ده يفصل عنه كهرباء. يبدأ تي 2 عادت وشغال شغال شغال، تي 2 دي يخرج يقوم موصل لي ال A، وبعدين يقوم يفصل لي ال B، وبعدين يقوم عاد التايم ويشغل التي 3 اللي هي بدورها هتشغل مين؟ هتشغل التي 2 علشان يبدأ يعد والدورة تبدأ تستمر هكذا. تمام. في البداية دخلنا هنا ضغطنا ستارت، تي 1 شغال معايا تمام، وتي 2 شغال كده كده مغيروش نقط تلامساتهم. تمام. فال A وال B شغالين معايا. طيب بيعد تي 1 وتي 2، تي 1 يقوم فاصل، تي 1 هيقوم فاصل، ولكن تي 2 هيتنه ملقط معايا فمشغل ال A، يقوم فاصل لي ال B، تي 2 هيفصل ال B. في نفس الوقت تي 1 شغل ال C. تمام كده. تي 1 شغل ال C في نفس ذات اللحظة ده انقطع عنه الإشارة. تمام. بعد ما تي 2 فصل بدأ يعد انقطع عنه الإشارة، فيغير نقطة تلامساته فيخرج على تي 3. تي 3 وسي شغالين، شغل التي 2. تي 2 يشتغل. تمام. يشغل لي ال A ويفصل ال B وهكذا. تمام. تعال نعمل سيميوليشن كده. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضرتك شايف التايمر بيعد، A و B شغالين معايا. تمام. خلص عد B و C شغالين معايا. تمام. التايمر بيعد تحت. تمام. دلوقتي A و C اللي شغالين معايا، دلوقتي B و C اللي شغالين معايا، شوية وهيبقى A و B وهكذا زي ما حضرتك شايف كده في السيموليشن. تمام. أرجو يكون التمرين، عارف التمرين تقيل شوية، بس إن شاء الله مع التكرار وتكرار الفيديو إن شاء الله ربنا يكرمك وتفهمه كويس يعني. ودي كانت أحد تطبيقات التايمر معانا النهاردة، فأتمنى يكون الفيديو عجب حضرتك. طبعا لو الفيديو استفدت بمعلومة لايك وشير، ولو أول مرة حضرتك شوفنا سبسكرايب في القناة، وإن شاء الله أشوفك الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.